أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. حديثنا في هذه الحلقة عن حكاية يمنية خالدة، الشهيد أحمد يحيى غالب الأبارة، الرؤية والموقف. في أهم حوار للشهيد ونحن نعيش ذكرى وفاته شهيدا في حادثة مؤلمة، قصف معسكر العبر من قبل التحالف. لكن من المهم جدا إحياء تلك الرمزيات وإحياء تلك القيم والمواقف، وبالذات تلك التي لها علاقة بالحكاية اليمنية الخالدة، حكاية الأرض والإنسان. لدى الأبارة العديد من المواقف والحوارات التي كانت تدل كم كان هذا الرجل يمتلك رؤية واضحة وخطاب واضح، وأبرز ذلك ما جاء في العديد من حواراته، وأبرزها حوار في صحيفة الجمهورية كان في مرحلة حساسة تلت ثورة فبراير العظيمة، لكنها عكست رؤية الشهيد للدولة وللمستقبل والمجتمع، وخصوصا عبارتها الشهيرة والخالدة: الثورة لم تأتي لتغيير وزير بآخر، بل لإحداث تحول تاريخي. كما أن أفصح للمحاور حينها ثابت الأحمدي عن العديد من الحلول لأبرز المشكلات اليمنية، وشخصها تشخيص دقيق بحكم خبرته كرجل دولة في المجلس المحلي بمحافظة ريمة ومناظر الوطني أيضا. البداية من الحديث عن معضلة اليمن وهو الفساد. قال الشهيد: حجم الفساد في اليمن كبير وشر مستطير، ومن الصعب الإحاطة ولو بعض تفاصيله في عجالة كهذا. لكن على سبيل المثال للحصر، عائدات الضرائب والجمارك تتجاوز الفساد 5 مليار دولار، وفي النفط والغاز يصل الفساد إلى 5 مليارات دولار في بلد فقير مثل اليمن. وفي المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تم بنائها وتشويهها النظام الجمهوري، كانت نسبة القوة الوهمية في تلك المرحلة تصل إلى نحو 50%. البرنامج الاستثماري بحسب الشهيد تصرف عشرات المليارات في مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، حتى صار الأصل في كل أمور اليمن هو الفساد، والقانون هو الاستثناء. حتى القيم تم إفسادها، وحصل نفاق اجتماعي أصبح في نهبل المال العام بطل عظيم وشجاع وكريم، وهو صاحب الحق في منصبه الوزير والقائد العسكري، أما الشرفاء فيتهمون بالغباء والسذاجة، وتارة أخرى ينعتون بالجبناء والخوافين، وتبقى مناصبهم هي الأدنى. حتى لو كانت مؤهلاتهم العلمية من أعلى المؤهلات، لا تشفع لهم شهادة الماجستير ولا شهادة الدكتوراه. فسار المؤهل المقبول في اليمن هو مؤهل النهب والنصب واللصوصية. ولعل اليمن احتلت في أحد المؤشرات الدولية للفساد الرقم 146، كما احتلت أيضا مؤشر آخر الرقم 2 إلى 10، واحتلت العديد من الأرقام. وهذا هو الفارق بين اليمن كجمهورية وبعض الدول التي لم تكن جمهورية لكنها كانت تحقق نمو في التنمية، مما يجعل صورة الجمهورية مشوهة من قبل الذين حكموا باسم الجمهورية، ومن قبل أيضا الثورات المضادة للجمهورية في المنطقة. بشكل عام لا تتسع الصفحات لسرد كل تلك التفاصيل. لذلك من المهم جدا الإشارة إلى أيضا بقية المواقف، وبالذات أن الصفحات لا تتسع لذلك، لكن الأهم من ذلك كله هو بعض المواقف التي كان يشير إليها. ثم تطرق للحديث عن الجانب السياحي بشكل ذكي، باعتباره جاي من منطقة جميلة وفيها سهول، وقال أن لديه اختلاف حول تسمية السياحة، ويشير إلى أنها الصناعة التي يصنعها الإنسان والتي لا تضر في البيئة بحسب قوله، وهي تدر موارد هائلة كبيرة في أكثر من بلدان العالم. فمثلا تركيا تبلغ عائدات السياحة في العام نحو 20 مليار دولار. سنغافورة أيضا الدولة الاقتصادية الناشئة تحقق التنمية على أساس السياحة. أما في اليمن للأسف فقد بلغ أعلى دخل من السياحة نحو 350 مليون دولار فقط، مع أن اليمن لا تقل شأناً عن بقية الحضارات من حيث الموروث الثقافي، من حيث الموروث الحضاري. فالحضارة اليمنية من أقدم الحضارات في العالم بحسب إشارته، ويذهب العديد من الباحثين والمؤرخين الأوروبيين إلى أنها أولى الحضارات في التاريخ بعد الطوفان. بالإضافة إلى ما تمتاز به اليمن من مناظر خلابة وجبال شامخة وجاذبة لهواة التسلق، والقرى المعلقة والصحاري الواسعة التي تجذب هواة السياحة الصحراوية والساحلية. كانت هذه هي رؤية الشهيد
وهو يفتش عن منابع المياه العلاجية ويرى كيف تم إبداعها في العديد من الدول التي أنشأت مشافي جاذبة على ضوء تلك المنابع، وكيف جاء الزوار من كل حدب وصوب، وكم كانت أمنياته أن تستفيد اليمن من الأسلوب الذي قامت به العديد من الدول في إنشاء تلك المنابع، وكذلك الاستراتيجية الخاصة بالترويج السياحي في بيئة جاذبة من الناحية السياسية في اليمن مختلف أركانها، وكيف بإمكان هذه السياحة أن تسهم عندما يتخلق الاستقرار في تحقيق التنمية، وكيف يتم وضع استراتيجية علمية تتمكن من خلالها الدولة في توفير البيئة الجاذبة للسياحة وتوفير الاستثمارات المطلوبة والمختلفة بين المنشآت السياحية، وكيف بإمكاننا مضاعفة العائد من السياحة، وكيف بإمكاننا أن يصل إلى التقديرات الدولية لبعض الدول التي استخدمت المجال السياحي وصل دخلها نحو 5 مليار دولار في العالم. كما أيضا تحدث برؤية ذكية عن الاستثمار وكيف غابت البيئة الجاذبة للاستثمار وتم تخليق بيئة طاردة لأصحاب رأس المال المحلي والأصحاب رأس المال العربي والأصحاب رأس المال الدولي، وكيف أن أصحاب الرأس المحلي يفروا بأموالهم إلى الخارج، ولا يمكن أن يأتي مستثمر يستثمر في الداخل وهو يشاهد أبناء البلد يفرون برأس المال إلى الخارج، ولا يمكن لأي مستثمر أن يشتري أرضاً لإقامة مصنع عليها فيأتي اليوم الثاني والأرض مملوءة بالمسلحين من قبل النافذين، وكيف بإمكانه أن يستثمر أمواله، ولا يمكن أيضاً بحسب إشارته أن يتم إنشاء مصنع ويستورد مولد كهربائي لتشغيل مصنع أو واية ماء للمصنع، ولا يمكن لأي مستثمر أن ينشأ مصنع في اليمن ويستورد العمالة الماهرة من شرق آسيا. فالجذب الاستثمار لابد من تحقيق الظروف الأمنية والقضائية والإدارية والتعليمية وغيرها لم تكن متوفرة أي بلد في العالم، كما كان يشير الشهيد يبحث عن رأس مال يشارك في تحقيق التنمية عليه أن يوفر الأسس التي تميزه عن غيره من الدول حتى يصير مركز جذب لأصحاب رأس المال. أما فيما يتعلق بنقطة مهمة جدا كانت هاجس الشهيد الأولى وهي التعليم، كان محور اهتمامه وتحركاته، وكان يكرس الوعي على محيط الأسرة وعلى أيضا الدوائر الوطنية، وكان لديه أيضا تشخيص دقيق جدا للتعليم في بلادنا وكيف أنه يعاني من اختلالات خطيرة على مختلف المستويات تجعله يستطيع فيما لو تم تشخيص الاختلالات أن يتم هنالك مخرجات تعليمية قادرة على تلبية متطلبات المستقبل. وكان يشير إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي بشكل مؤلم لا تزيد عن حوالي 360% قبل أن يذهب الحوثي بالأطفال إلى المعركة، ونسبة التسرب 20%، في حين أن نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي لا تتعدى 30%، ونسبة التعليم بالالتحاق في التعليم الجامعي 10%، 77% منهم يدرسون علوم إنسانية و23% فقط يدرسون علوم تطبيقية. وسوف تدرك كما كان يشير وهو يمتلك رؤية دقيقة للتعليم أن نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي من أبناء المجتمع الريفي الذي يشكل نسبة حوالي 70% من السكان لا تزيد على نسبة ضئيلة جدا، ربما من 1 إلى 10% من الفئة العمرية، وهذه نسبة خاصة أيضا في الذكور، خريج الثانويات في الريف غالبا يكونوا من الذكور، الفتاة لا تستطيع الالتحاق في الجامعة أيضا وبالذات الفتاة الريفية. هنا أيضا كما كان يشير إدراك مهم جدا بعمق الفجوة بين مجتمع الريف ومجتمع المدينة، وهذه نظرة لها علاقة بعلم الاجتماع الذكي. أما المنهج التعليمي الذي يتم تدريسه كما كان يشير لا يتواءم مع متطلبات العصر، نسبة 70% من الكادر العامل في حقل التعليم غير مؤهل والظروف الاقتصادية صعبة والبعض غير صالح للتدريس. بإمكان الناس أن يتعلموا كما كان يشير، لكنهم لا يستطيعوا أن يكونوا كلهم معلمين، وعدد المدارس كما كان يشير إليها لا يتوفر فيها المبنى المدرسي، بعض المدارس في الريف يتم تدريس من الصف الأول إلى الصف السادس بمدرس واحد أو مدرسين اثنين. كذلك المعامل كما كان يشير غير متوفرة في مدرسة التعليم الأساسي ومدرسة التعليم الثانوي، وإن وجدت كما كانت هي رؤيته فيها جزء محدود من المدارس فإنها لا تعمل. أسلوب التعليم يعتمد أيضا على التلقين، و
الأمر يحتاج إلى دورة تدريبية. دورات حتى التدريبية كانت تتم بصورة عشوائية، كان يتم فيها هدر الموارد المالية في تدريب غير نوعي لا يمتلك الجودة الحقيقية في تأهيل العقل الحقيقي. الفساد أيضا دوائر متتالية في التعليم، كما كان يشير من الدورة التدريبية التي تتم من 10 إلى 15 يوم يتم تدريب غير المطلوب تدريبهم. من المدارس الثانوية أيضا لا تتوفر فيها التخصصية العلمية، هنالك أيضا سوء في التوزيع، وهنالك أيضا متاجرة في المناصب، والإدارة المدرسية لا تخضع أيضا لمعايير الكفاءة والنزاهة، تخضع أيضا لمعايير الوراء السياسي أو القرابة الأسرية أو حتى المناطقية. طالب المنصب في التعليم يقدم رشوة، ومن هنا يبدأ الفساد في التعليم، وهذه الرشوة تجعلها لائقة لأي منصب. الاختبارات تعتمد أيضا على الغش وعلى ضعف التأهيل المدرسي، هنالك ذهول من الكارثة كما كان يصفها الشهيد بالذات في العملية التعليمية في اليمن، وهنالك مدى حاجة مهمة جدا كما كان يشير إلى إحداث ثورة في التعليم، وهذه هي بعض رؤاه التي كان يضعها باعتبارها رؤية اليمن المستقبل. للتوسع في هذه الحلقة هنالك العديد من المصادر، حوار موسع عده صحيفة الجمهورية ثورة الأحمدي، وكتاب تم إصداره عن الشهيد. نذهب إياكم لمشاهدة لقطات من حياة الشهيد الأبارة أحمد يحيى غارب، مصحوبة بأغنية عهدا يا شهداء الثورة للفنان محمود كارم. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة، بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسقر. عهدا يا شهداء الثورة إنا على درب الثوار، عهدا يا شهداء الثورة.